المفاهيم اللي الناس يعني احنا مضطرين نسأل بالاسم، عفوا، مع انه احنا منهجنا ما نحكيش. ولكن هذا في رجل يعني قفز من تخصصه في التنمية البشرية وقفز على الدين. رجل تقفز من تخصصه في التنمية البشرية. وقفز على الدين، يعني خلا يعني والناس بتسألنا عنه بصراحة الأسئلة، شو يعني اسمه؟ أحمد عمارة. أحمد عمار. صيام الحائض يجوز، طاعة الرجل مش مطلوب على المرأة إنها تطيع، يعني ملاحظ، يعني كلام مرات بيكون سخيف. فما الرأي؟ يعني الناس بتسألك. نعم، هو في البداية نحن بنحاول نبعد قدر الإمكان عن الأسماء، وأنت سألت الآن عن أحمد عمارة، وفي ناس بيسألوا عن حسين عمران اسمه، وأسماء 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 وأسماء. شوف، إذا كان المسلم فعلا يعي كمسلم أساسيات الإسلام، ناشئ في بيئة تعرفه بالإسلام وبيعرف مبادئ الإسلام بشكل عام، بدناش تخصص الآن، بيظهر اليوم في الحرب القائمة على الإسلام واللي وراءها غير مسلمين وناس بيظهروا أنهم مسلمين وتفاصيل، فهون إذا كان مسلم وعنده خلفية مناسبة، نشأ في بيئة إسلامية، اليوم في ناس اللي وراهم بكون جهات غربية، وراهم عرب، وراهم ناس بسموا مسلمين، هو ممكن يحضر له مرة مرتين حتى يكتشف إنه هذا إنسان عدو لله سبحانه وتعالى وعدو لشريعته. الناس في اجتهادات، قد لا اجتهادات، احنا ما بنلوم اي عالم يخطئ في الاجتهاد. انت وانت تسمع ممكن تدرك انه هو مخلص ولكن اخطأ هون ما استطاع يفهم هاي القضية او استدل، هذا شيء طبيعي. ما هو الاختلاف من أيام الرسول لليوم، من الصحابة أقصد لليوم، ممكن يختلفوا الناس، وأحيانا في حتى عند كبار العلماء في شيء اسمه شذوذ العالم، بس بتكتشف أنت شذوذه مش ناتج عن عدم صدقه أو ما فيش علم، لا، ما هو يا سبحان الله هذا البشر. لكن هذول اليوم اللي قاعد بتفرخهم أمريكا وبتفرخهم بريطانيا وبتفرخهم فرنسا وبتفرخهم ابن زايد وبتفرخهم ابن سلمان وبتفرخهم السيسي وإلى آخره، هذول أنا أستغرب إذا في مسلم بسمع لهم مرة مرتين وبدركش إنه هذول الناس محرفين، بدركش إنهم محرفين كيف؟ طيب، فالآن هذا الاسم اللي ذكرته أنت وغيره الناس بتعرفهم، وخصوصا إنه الله سبحانه وتعالى عم بقيد، وفي الإنترنت موجود، عم بقيد ناس بتخصصوا يردوا على هذول الناس. بعض الناس كان قال لك أنت بتتقبلش اختلاف وجهات النظر، لا، هم بيردوا على مين؟ على اللي صرنا متأكدين إنه الناس هذول محرفين قاصدين يقفزوا على 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 العقيدة السوية وعلى الشريعة السوية، قاصدين، مش على ناس ممكن يجتهدوا وأحيانا يكون لهم آراء شاذة، لا، مش هذول هم. الحمد لله صرت تجد الآن ببساطة بدك تتعرف عليه، هذا شوف من العلماء أو من الناس المهتمين والدعاء اللي ناقشوا هذا الرجل. إيش معنى ناقشوا هذا بالذات؟ ناقشوا هذا بالذات، طيب، وبينوا لك بكل تفصيل، أنت من حلقة واحدة بتدرك أنه هذا منحرف، هذا ما له علاقة لا بعلم شرعي ولا غيره، يفهموا هذول الناس، ولا يعذر مسلم في ديار المسلمين أنه يخدع بهم. طيب، خليني هون أوضح، أنتهز هذه الفرصة. شوف، طبعا أمثلة كثيرة، في واحد اسمه القبنجي، هذا شيعي، قبنجي شيعي، طيب، يلبس لباس الشيعة العلماء، يعني مع إيش؟
العمامة السوداء يعني من آل البيت. طيب في أخوة من المسلمين بيجيبوه بيقولوا تفضلوا علماء الشيعة شو بيقولوا، يعني بيجيبوا في الأشرطة إنه تفضلوا علماء الشيعة شو بيقولوا. لا، أنت أصلا يجب أن تكون منصف. مين قال لك إنه هذا شيعي؟ هذا أصلا ملحد. بتيجي بتحسبوا على علماء الشيعة القبنجي، أخوه من علماء الشيعة، بس هذا القبنجي المعروف اللي بينكر فيش يوم آخر، دقق معي، فيش يوم آخر، يعني محمد مش رسول، القرآن فيها أغلاط كثيرة، القرآن مش من عند الله. بعد هيك أعرف شو بيصير معاه هذا القبنجي، وموجود موجود في اليوتيوب له كثير من هالكلام الواضح الصريح. اولا في مسلمين بيجيبوه على انه شوفوا علماء الشيعة شو بيقول. مين قال لك انه هو لابس لبس الشيعة العلماء الشيعة؟ لكنه هو ملحد ويستهزئ بالدين. لما بسمع فيه ابن زايد، حتى تشوف انه بدنا نشوف ابن زايد مسلم ولا لا، لما بسمع فيه ابن زايد وموجود هذا الان في اليوتيوب، بستدعيه وبستقبله في المطار. شوف الاهتمامات، بيستقبلوا بالمطار، ابن زايد بيستقبلوا في المطار وبيعقدوا له وبيجيبوا له بيجيب له الامراء وعلية القوم، بيحضروا له محاضره يفهمهم كيف يفهموا الدين. طب ابن زايد اللي بيشتغل هالشغل هذا مسلم؟ طيب وابن زايد وفضائياته بتجيب مين من الناس انه هذول العلماء مفكرين مسلمين؟ وبديش اذكر اسماء، وبتسوقهم بين المسلمين. اليوم في حرب قوية جدا، وبالتالي لازم ينتبهوا الناس، يسألوا العلماء، يسألوا أهل كذا. طيب ممكن العلماء يجي يقول لك هذا إنسان أخطأ في القضية الفلانية، بس هذا إنسان مسلم وماضيه كل أصلا ما يقوله واضح أنه بيعرف الدين. لكن هدول من أول شريط بتفهم أنه هذا ممن تم اختراع، ابن زايد بيخترعه ولا بيخترعه سيسي ولا بيخترعوا ابن سلمان ولا بيخترعوا الفرنسيين ولا اخترعوا البريطانيين ولا اخترعوا الامريكان ولا اليوم هون اليوم تنفق المليارات للتزييف الفكره الاسلاميه. ولكن ايش ما معروف في الاخير بتكون الهزيمه المنكره لامثال هؤلاء. ولذلك هون يعني جيد شيخ عيسى، اذا هذه الخلافات السياسيه العقاديه وانتشار العلماء الكثر طبعا على اليوتيوب وغيره. كمان مره ايش السؤال؟ في انتشار الان واسع في اليوتيوب لمن يفتي ويتصدر للتعليم، يعني هذا استكمال زي ما تفضلت. طب المسلم العادي اللي ما عندوش خلفيه ثقافيه عقائديه فقهيه قويه، كيف بده يفرق بين الغث والسمين؟ هو كيف بدك افرق بين الغث والسمين انا كمسلم؟ اولا الانترنت سوق يبيع فيه كل احد، سوق بيبيع فيه اكلك، بيبيع فيه الجاهل والعالم والمريض نفسيا والحقود اهم شيء، وكله بكله. وممكن تجي اليوم في اساليب على فكره تمول وتجيك الجمهور انتشار، تجيك الجمهور والانتشار. تمام. وبالتالي الناس لازم تعرف اولا تستنصح كل واحد في محيطه، هو غير معذور يستنصح العلماء الثقات، مين اللي انا اسمع له؟ لانه اليوم بيطلع اي واحد هو بمجرد ما يشوفوه احيانا بلحيه او واضع على راسه عمامة أو بإمكانه اليوم. لا، إذا لابد من التناصح ويكون معروف التناصح الناس وننصح نقول لهم مثلا هذه الصفحات هذول المشايخ هذا كذا هذا. مش معناته أنا لما بنصح بعالم من العلماء أو داعية من الدعاء معناته أنا موافق على كل ما قال، أنا مش معناته دارس تاريخه يجي يقولوا لي طب هذا في يوم من الأيام قال كذا كذا. لا، أنا بأخذه بشكل عام، بدرك إنه هو مسلم، ولكن مش معناته أنا بدنا نبرئه من الأخطاء، لا. وبالتالي الأصل يكون في تناصح. وجيد إنه وفي ناس مرات بيسلكوا سلوك ممتاز، تجدهم مثلا في التعليقات على بعض الأشرطة كان بتجدوا إيش عمل،
وضع لك أسماء مثلا قنوات ترجع لها من الموثوقة عنده، تمام؟ فهذا لازم الناس تعرف بعضها البعض وتنصحه. وجيد انه هذول النشيطين في الانترنت مرات يستخدموا برضو الوسائل تعريف الناس بالصفحات مثلا الانترنت اللي هي ممكن الوثوق فيها، تعريفهم بالعلماء، تعريفهم كذا. لازم اليوم آلاف العلماء وآلاف الصفحات والآخره نعرفهم. في المقابل في ناس عم بيعرفوا بالناس أعداء الله اللي بيظهروا بصورة مشايخ، عم بيعرفوا فيهم. بس ما بيجوز يكون هذا مجرد اني بختلف معه بوجهة النظر، او انه والله فتاوى، لا، هو ضمن دائرة الإسلام بشكل عام، ضمن دائرة الإسلام، اجتهاداته سائغة، أخطاؤه نادرة، خلافاته في القضية المعتبرة إلى آخره. فهو طبعا لا يعذر العامي، لا يعذر العامي انه كل انخدعت، لازم يستنصح يسأل. طيب، في عندنا قبل ما ننتقل، ضايل نصف ساعة في اللقاء، نعم، قبل ما ننتقل لمجموعة من الأسئلة في التفسير، في اعتراض انه ليش احنا بنعتبر اليهود الأشكناز والقوقاز وال انهم من بني إسرائيل، يعني هذول ناس أسلموا أوروبيين، أو يعني مش من بني إسرائيل، فما الرأي؟ نعم، هم اليهود الأشكناز هم أصلاً من منطقة بحر الخزر، قامت مملكة عند بحر قزوين، بقولوا كان زمان بحر الخزر، وتهودوا، أخذوا اليهودية. وكل من يقال عنه أشكناز هو بيرجع اصلا لا 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 للشعوب، للشعب اللي تبنى اليهوديه وانتهت دولته تقريبا 1016 ميلادي، انتهت دوله الخزر يعني من قبل قياصرة ازالوها. انما اليهود موجودين، وهذا اللي بفسر وجود نسبه من اليهود في منطقه روسيا وغيرها. طيب، هذول اصلا علماء الاجناس اليوم بيقولوا فقط 10% من يهود العالم لهم علاقة ببني إسرائيل. في البداية لما نزلت اليهودية هي نزلت فقط لبني إسرائيل فقط، وحتى عيسى عليه السلام ورسولا إلى بني إسرائيل. بعدين كيف صارت القضية إنه ما عادش من هو يهودي لازم يكون من بني إسرائيل، لأنهم بدوا يهودوا خصوصا بعد السبي البابلي، ثم رجوع بعض المسبيين إلى فلسطين، صاروا يهودوا من أجل تكثير، واستمر التهويد عبر الأجيال. فلذلك علماء الأجناس الآن لما درسوا هذا الموضوع قالوا 19 يهود العالم الآن لا علاقة لهم ببني إسرائيل، ولكن 10 له علاقة أكيد، وخصوصا أنه لاحظ مثلا في قضية الكهنة، مين الكاهن؟ الكاهن عندهم في الدين لابد أن يكون من نسل هارون، فهم فيه طبعا محافظة على النسل في قضايا معينة، بس مش الأغلبية، مش الأغلبية طبعا، ما بقول لك 10% فقط اللي ممكن ترجعهم لبني إسرائيل. طب مخاطبتهم كلهم ببني طيب إسرائيل؟ فلما نزلت النبوءة وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب في التوراة، كان وقتها كل من هو يهودي هو من بني إسرائيل، كل هو من بني إسرائيل مخاطب يعني هو يهودي. تمام؟ تمام، ما كانش في انفصال. بعدين صار مع الأيام إيش؟ صار يدخل أمم تانية. طيب، فلا تفسدون، فالكلام موجه لمين؟ لبني إسرائيل اليهود، صح، لأنه في بني إسرائيل مش يهود كانوا حتى لما نزلت هاي الآية، اللي هم بقيوا مثلا في مصر وأنا متحدث فيها، وذابوا في المصريين وغيرهم. تمام، لكن بني إسرائيل اليهود، تمام، هو اللي قضى لهم في التوراة، فأجا قال لك وضينا إلى بني إسرائيل، معناته اليهود في الكتاب اللي هو التوراة، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، لا تفسدون. طيب الآن سؤال، طالما قلنا يهود العالم 10%، وما أدري في فلسطين المحتلة قديش، ممكن يكونوا هم 20 و30 و40، لأنه مش كل يهود العالم جو، وخصوصا اليهود الأشكناز عم بهربوا، الأشكناز الأوروبيين عم بهربوا، انتبهت كيف يعني بالصفي حتى النسبة هون. طيب، هل لا تزال النبوءة تخاطب اليهود
اللي هم بني إسرائيل ما هم موجودين. طيب ومن التحق بهم في اليهودية مخاطب ليش؟ لأنه كان ابتداء هو المخاطب بني إسرائيل اليهود مش بني إسرائيل، بني إسرائيل اليهود موجودين اليوم موجودين. شو بشكله في داخل فلسطين؟ ممكن بشكل 30-40-50% 60 بجوز في 2022 يكونوا 70% ما هم بهربوا قاعدين. تمام؟ طيب وما هو خاطبهم لا تفسدهم، طب واللي التحق فيهم؟ ما هو يهودي منهم وعلى مبدأهم. طيب ممكن للتفسير شيخ عيسى؟ لا أظن هذا بيحتاج أنهم يرجعوا للمحاضرات، في ناس سألوا